أنا الليلة محظوظ جدا لأني أنا موجود في حضرة الأستاذة أصالة. والله أنا اللي محظوظ. طولي بعمرك، مشكورة. أنا معلقة فيه من أول ما شفته، من أول حلقة اللي جوزي. هذا الإنسان كثير بيلمع نكون أصدقاء، لأنه فيه هيك يعني من الروح اللي أنا بحبها بالناس، الروح الحلوة يلي مو بس كممثل كبني آدم. طولي بعمرك، هذا من دور. ونقول لك مثل ما قال زهير، نفخة شفطة. مشكور، تصبحين على الف خير، نورتينا، نورتينا بالكويت. اهلا وسهلا. الله يطول بعمرك. اسمع كلمتين، شو بخصوص شو نحكي على عبورتين؟ الحمد لله نحن شيء التقينا انا وست فهيك سليم، وانا سعيده انه انت شفتك بخير. الحمد لله. مبسوطه كثير لاني عم شوف فيكي هيك كل معاني الحياه متجدده. انت الانسان المهم. أنا مبسوطة بكل اللي بتعمليه، لأنه كمان هيك نحن بنلقط معلوماتنا وثقافتنا من كل الناس اللي يعني بنتابعهم وبنشوفهم. أنت مؤثرة بحياتي. شو هالفن؟ فن بس. شي رائع الصراحة. تسلم إيد اللي عملها.